أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد التحالف الدولي ضد داعش قتل كبير مفتي التنظيم تركي البن علي خلال ضربة جوية نفذت أواخر شهر مايو أيار الماضي في مدينة الميادين في سوريا. وذكرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على تويتر أنه كان لتركي البن علي دور مركزي في تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب. تمكن المئات من أهالي مدينة الرقة من الفرار من قبضة داعش والوصول إلى نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية في الجبهة الشرقية للمدينة. هذا وقد أشرفت قوات سوريا الديمقراطية على إيصال هؤلاء المدنيين إلى الخطوط الخلفية لجبهات الرقة. لقي 37 فردا من تنظيم داعش مصرعهم في هجوم شنته قوات خاصة عراقية بمنطقة الفاروق الواقعة بالأحياء القديمة من الموصل. وقال قائد الشرطة الاتحادية أن القوات الخاصة للشرطة تقدمت في الموصل القديمة ووصلت إلى بداية منطقة الفاروق بعد اشتباكات عنيفة طوال الليلة الماضية. أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على 3 إرهابيين بوسط سيناء، وأضاف أنه تم ضبط 3 عربات تحتوي على كمية من المواد المشتبه بها في تصنيع العبوات الناسفة. أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على الأولويات والجدول الزمني لمفاوضات بريكزيت، واتفق الجانبان أيضا على عقد 4 جولات شهرية من المفاوضات، وتكون الجولة التالية في 17 من يوليو تموز المقبل حول المسائل الرئيسية لانفصال بريطانيا عن الكتلة الأوروبية. قال رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن إنه يأمل في إقناع كوريا الشمالية بالجلوس إلى طاولة التفاوض بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية العام، وأرجأ أي حديث عن ضربة استباقية محتملة. وردا على سؤال عن احتمال شن مثل هذه الضربة، قال مون إن اللجوء إلى الخيار العسكري سيناقش لاحقا عندما يصبح التهديد أكثر إلحاحا. أعلن القضاء الإسباني أن النيابة العامة قدمت شكوى ضد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي ريال مدريد السابق لكرة القدم بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 3,300,000 يورو. ويأتي هذا الإعلان في إطار إجراءات القضاء الإسباني الهادفة إلى مكافحة التهرب الضريبي في عالم كرة القدم، وبعد أسبوع من اتهام مواطنه كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي. وتولى مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا الإشراف على ريال مدريد بين عام 2010 و2013. نهاية الموجز، إلى اللقاء.